مرحبا طلبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معاكم عادل بسيوني، وبإذن الله مستمرين مع الكتاب المعاصر، متواجدين مع طلاب الصف الأول الابتدائي كونكت 1. والنهاردة موجودين مع فعل يا آسر اسمه بي. بي معناه يكون، بي معناه يكون. طيب أنا عايز أخد بفيرب تو بي ده بقى مع الضمائر بتاعتي. الضمائر اللي هي إيه؟ آي، واللي كان معناها انا، هي، واللي معناها هو، شي، هي، ات، هو او هي لغير الايه؟ لغير العاقل. ايه كمان يا مستر؟ كان عندي وي، نحن، يو، انت، زي، هم. طيب يا مستر، ايه المطلوب؟ المطلوب بقى ان انا اصرف فيرب تو بي ده اهو، يعني عايز اقول انا اكون، يا ترى اقول له اي بي؟ يقول لي لا، قول اي ام، يبقى بي دي تاخد مع ام مع اي ام. اي ام، اي ام، اي ام، اي ام، اي ام. لو انا اسمي اسر فاقول اي ام اسر، اي ام اسر، اي ام اسر، اي ام اسر. طب لو انا سعيد ومبسوط اقول اي ام هابي، اي ام هابي. طيب اما مع هي فباخد is، ومع she is، ومع it is. يبقى اقول he is، he is، she is، she is، it is، it is، he is، he is، she is، she is، it is. طيب اما مع we فبقول are، ومع you بقول are، ومع they بقول are. طيب يبقى اقول ايه؟ وي ار، 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 يو ار، يو ار، يو ار، يو ار، يو ار، يو ار، زي 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 ار. طيب انا عندي حاجتين عايز اعرفهم بعد ما عرفت ان بي في المضارع ام واز وار، بي في المضارع ام واز وار، بي في المضارع ام واز وار، بي في المضارع ام واز وار. تمام، فيرب تو بي معناه ايه؟ يكون. فيرب تو بي معناه ايه؟ يكون. يكون، كويس جدا. طيب انا عايز اعرف حاجتين. الحاجه الاولى اللي انا عايز اعرفها هي ات از، از معناها ايه؟ انها او انه، ويجي بعدها يا اسر اسم ايه؟ مفرد، يعني حاجه واحده بس. يعني انا اقول ايه؟ ات، ات از، از ا باج، انها حقيبه، انها ايه؟ حقيبه. طب لو انا عايز اقول انه اتوبيس اقول ات is، is واتوبيس يعني ايه؟ بي ا بس، يبقى انه اتوبيس، اتوبيس. طب انا عايز اقول انه او انها نحله، ات is، is ا بي، انها نحله، نحلة. أبي، أبص، أباج، كل ده اسم مفرد. يبقى إت بتاخد إز، إت بتاخد إز. طيب عندي كمان بدل ما أقول إت أنا هقول زيس. هقول إيه؟ زيس، زيس إز، إز، ودي معناها بقى هذا أو هذه. يجي بعدها اسم جامع ولا مفرد؟ اسم مفرد. الاسم المفرد يعني واحد بس. الاسم المفرد يعني ايه؟ واحد بس. This is، 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 this is. طيب انا عايز اقول ان ده انف، يبقى هقول this ان is، is a nose، يعني هذا انف. طب انا عايز اقول ده فم، this، برافو، is
ماوس. A mouse. هذا فم. يبقى this is هذا أو هذه. It is إنه أو إنها. بيجي بعدهم اسم إيه؟ اسم مفرد. بيجي بعدهم اسم إيه؟ مفرد. اسم مفرد. برافو عليك. بيجي بعديهم اسم مفرد. اسم مفرد. وإز طبعا دي بنت مين؟ بنت فعل اسمه بي. وبي معناه إيه؟ يكون. بي معناه إيه؟ يكون. تمام. طيب أنا عايز أقول هذه يد. أقول إيه؟ This is a hand. This is a hand. This is a hand. Hand. هذه يد. هذه إيه؟ يد. يد. هذه إيه؟ يد. يد. ويد أهي hand. Hand. وفم mouth. وأنف nose. وأنف nose. وأنف nose. بعد كده يا ياسر الضمير أيضا أهو يعني انا صح؟ طيب. طب لو انا عايز اقول الحاجه دي بتاعتي انا، الحاجه دي ايه؟ بتاعتي انا، فهشوف ضمير تاني اسمه ماي ويجي بعدها الاسم، يعني ايه؟ مش فاهم. طيب عربيه يعني ايه؟ كار. كار يعني ايه؟ سياره. عربيه. كار عربيه. كار عربيه. كلمه ميه ميه. كلمه ميه ميه. طب لو انا عايز اقول العربيه دي بتاعتي يبقى اقول عليها ايه؟ ماي كار. سيارتي. طيب لو انا عندي بن يعني قلم. طب لو انا عايز اقول القلم ده بتاعي فاقول ايه؟ ماي بن. قلمي. صح؟ ايوه. طيب لو القلم الرصاص ده برضو بتاعي، طب القلم الرصاص اسمه ايه؟ بنسل. قلم ايه؟ رصاص. طيب عايز اقول قلمي بقى الرصاص بتاعي انا يبقى ماي بنسل. قلمي الرصاص. طب هنرجع بقى لحاجه تاني، انا عايز اقول هذه سيارتي. هذه يعني ايه؟ يعني زيس يا مستر. طب زيس دي بتاخد ايه؟ از يا مستر انا فاكرها. يبقى اقول زيس از ماي كار. صح؟ از ماي كار. هذه سيارتي. طب هذا قلمي. يبقى زيس از از ماي بن. زيس از ماي بن. ماي بن. طب ده قلم الرصاص. هذا قلمي الجاف. طب ده قلم الرصاص هقول ايه؟ زيس از is is my my pencil pencil. طب ياسر انا عايز اقول هذا كتابي اقول ايه؟ is this this as is my وكتابي يعني ايه؟ احنا واخدين كتاب. يعني ايه؟ بوك. يبقى this is my book. بوك. هذا كتابي بتاعي انا. ده كتابي يعني ايه؟ بتاعي انا. انا. this is my book. this is my book. يبقى this is هذا او هذه. this is هذا أو هذه. This is هذا أو هذه أو هذه. طب تعالى يا ياسر كده معايا هديك تمرين صغير. لو أنا فتحت قوس كده وقلت This is ولا ذا وقفلت القوس وقلت is my وقلت مثلا bag اختار ايه؟ اختار this ولا اختار ذا؟ يعني اقول this is my bag ولا ذا is my bag. this is is this is is. يبقى this is my bag. this is my bag. طب تعالى شوف تاني يقول لي this
وفتح القوس ويقول لي اختار از ولا اختار ام؟ از. ماي بوك از. يبقى اقول له ايه؟ زيس تاخد ايه من دول، از ولا ام؟ از. زيس از، برافو عليك. يبقى زيس از از ماي بوك. زيس از ماي بوك. This is my book. أشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.